السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين. أنا من ضمن الحاجات اللي عايز أوريها للناس إن تخيلوا إن الساعة دي كوبي. تخيل إن الساعة دي كده كوبي. أغلبية الناس حتى الساعتية ممكن يقعوا في الفخ ده، إن الساعة بتبقى بالمنظر العجيب ده والكومبليكيتد اللي فيها والكلام ده كله، بس بتطلع كوبي مش اوريجينال. انا الساعه دي الصراحه انا اشتريتها، انا مش من عادتي ان انا بشتري ساعات كوبي، بس انا بصراحه اشتريتها عشان انا عايز يعني ايه، هي عجبتني وشكلها حلو، وكمان السايز بتاعها كويس جدا، وكمان سعرها كان كويس، انا ما اشتريتهاش غاليه يعني. الساعه دي زينس البريميرو، هي المفروض الاوريجينال بتاعتها بتبقى اوتوماتيك كرونوجراف وكمان تروبليون. فطبعا التروبيون دي انا لما جيت عرفت سعر الساعه الاوريجينال منها لقيتها في حدود 19000 18000 دولار، رقم مهول مهول مهول. الساعه دي بيزد اون ايه؟ بيزد ان هي طبعا الساعه كوبي، طبعا الساعه مانيوال، ملو، بتشتغل ملو مش اوتوماتيك، بتشتغل بالحركه، قصدي بالملو. الساعة دي بيقولوا عليها مكنة عنكبوتية، بس هي متاخدة من مكنة صيني أو ماكينة صيني اسمها اس تي 19، بتركب على الساعات اللي هي في، لو تسمعوا عن ساعة اسمها سيجال. سيجال دي طبعا، سيجال دي تحفة، أو سيجال دي تحفة التحفة، ساعة صيني قديمة جدا من 1963، كانت للجيش الصيني وكده، ودلوقتي بيعيدوا انتاجها من تاني. يعني دي بتبقى حوالي، الساعة السيجل دي بتبقى حوالي من 200 ل 230 250 دولار. يعني نفس المكنة، هي السايز 38 40، يعني 38 يعني المينا، هي الساعة كلها 40 لحد الكراون، 40 مليمتر، 40 40 مليمتر. دي مالو كرونوجراف، اسمها كولوم ويل. النظام ده اللي هو المكنة العنكبوتية أو المال والكرونوجراف بيقولوا عليه كولوم ويل. احنا لسه بقى هنشغلها قصادكم. أنا اديني دلوقتي عمال أملى، عشان يا جماعة الجو ساقع وإيدي عمالة تزحلق. أيوة ابتدت دلوقتي إيه تشتغل، تمام أهو أهو، عقرب الثواني اللي هو الاحمر البسيط اللي بيمشي بالراحه خالص ده. في الاوريجينال بيبقى هنا في الحته الناحيه الساعه 11 دي، بتبقى على الساعه 11 بيبقى تروبليون. الساعه تحفه، بمعنى تحفه، انا اشتريتها عشان كده. الساعه ساب فاير من في الكيس من قدام والكيس من ورا. الساب فاير ده بيبقى زجاج اسمه زجاج زفير، اللي هو بيبقى مقاوم للخدش مش ضد الخدش، مقاوم للخدش، ان انت مثلا لو جيت تخدش اي ازازه عندي هيتخدش على طول. ده لا، ده بصعوبه جدا، بس في، عشان في ناس بتقول لي الساعات اللي هي فيها ازاز زفير او زجاج زفير ما بتتخدش، لا بتتخدش، وساعات بتتكسر، وساعات بيحصل لها حاجات كتير قوي، عشان بيبقى يعني ايه، العامل باكبر من الازاز نفسه، يعني بيبقى اللي خبط الازازه حاجه قويه قوي. تمام. زجاج زفير. الكيس 40، حجم ممتاز، انا من الناس اللي بعشق من 40 ل 42، غير كده بحس ان الموضوع افور قوي، ان في ناس بتحب قوي الساعات ال 45 وال 48 زي الانفيكتا وزي الديزل وزي اليو بوت، حاجات كده غاليه غاليه ونفس الوقت كبيره 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 جدا جدا جدا، الساعات الافيتور الضخمه دي. الساعه كرونوجراف، بس للاسف انا لما جيت اشتريتها كانت الكرونوجراف ده مش شغال، عشان كان فيه معرفش فيها ريبير ولا حاجه زي كده، بس تحفة التحفة. أنا بصراحة اشتريتها عشان الشكل ده، اس تي 19، شكلها حلو، بلبسها كيف مناسبات. للناس اللي ما بتفهمش في الساعات قوي بيحبوا يشوفوها كده، وايه الشكل الجميل ده يا محمد، انا ببهرهم بصراحة بالحاجات دي. وكمان انا عامل لها استيك هاند ميد، انا عامله بايدي انا، يعني مش حد، انا عامل الاستيك ده بايدي انا، و يعني قعدت في فترة كده كنت بتعلم استيك وكده في الساعات واتعلمت الساعة دي. ان شاء الله ان شاء الله احاول اجيب السيجل اللي هي الاوريجينال منها، اللي هي ماكينة صيني، بس صدقوني والله يا جماعة شغالة زي الفل وما بتقفش. هي للأسف الناس بتفتكر ان المكن السويسري، بعد كده الياباني، بعد كده مفيش حاجة تاني، لا في حاجات نظيفة جدا. يعني المكن الروسي اللي هو 77 33 ده تحفة التحفة، أنا كانت معايا ساعتين منهم اللي هي البولجو. الساعة الصيني دي جميلة، السيجل دي في ناس زمايلي جايبينها،
تحفه وشغاله معاهم، والاكيرسي كويسه جدا والدقه بتاعتها حلوه قوي، يعني حاجه محترمه يعني، مش حاجه وحشه يعني. والعلم هي ما بتحتاجش ريبير كتير، الساعه نظيفه وجميله. بس تتخيلوا ان الساعه دي كده، دي كوبي زينس البريميرو، زينس البريميرو، تخيل ريزيرف دو ماخش. ماشي، ولقاء يا جماعة في حلقة تانية إن شاء الله، وأوريكم شوية ساعات من عندي حلوين، واللي عنده ساعة يا جماعة يوريها لنا، يعني أنا بعشق الساعات، يعني اللي عنده أي ساعة يحطها لي في كومنت أو يبعتها لي على البروفايل بتاعي. إن شاء الله إن شاء الله نتواصل كتير، أنا بحب الساعات بصراحة، وربنا يكرم إن شاء الله واشتري ساعات أغلى وأغلى يعني إن شاء الله. شكرا.